بسم الله الرحمن الرحيم. كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العظيم. أعوذ بالله العظيم وبنور وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله في كل ابتداء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك اللهم أعطيت أحمدا نعائمك الغرة وأفضالك العظمى، ففي الغار قد فاض الحمام لوقتها وحاك العنكبوت له سترا. رأته عيون الكافرين فأغمضت وكان عمار الغار في أعينهم كفرا. سبحانك اللهم تلك حمامة على ضعفها الملحوظ حيرت الكفرا. اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الليلة القرآنية المباركة، تلك الليلة التي أقامتها الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة جميعا عائلات الطحان، تكريما منهم للراحل الكريم الذي انتقل إلى جوار ربه في هذه الأيام الطيبة المباركة العطرة. ونحن نتنسى ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفي خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ألا إن في يوم الجمعة ساعة إجابة، فادعوا الله، ندعو الله أن تكون هي هذه الساعة، وندعو الله أن يبلغ ثواب قراءة القرآن في هذه الليلة إلى روح الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلها نورا يتقاطر على الراحل الكريم في قبره يا رب العالمين. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وقد استضفنا إليكم من أعلام دولة التلاوة ذلكم العلم القرآني الإذاعي، ذلكم القارئ الذي قد أنعم الله عليه بجمال الصوت مع دقة الأداء. أحب عباد الله فأحبوه، تواضع لهم فرفعوه، وفي قلوبهم أسكنوه. الغني دائما عن التعريف، نجم اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، ونجم الأمسيات وتلوات قرآن الفجر عبر أسير إذاعة القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروط مركز الزقازير بمحافظة الشرقية، ليتلو ويشدو علينا بما نزل من القرآن على قلب الحبيب محمد. أسأل المولى عز وجل في عليائه أن يتجلى عليه وأن يرزقه حسن التلاوة وأن يرزقنا حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أدعو فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي إلى منصة التلاوة ليفيض علينا بما فاض الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع
ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا قل اللهم مالك الملك قل اللهم تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء Yeah.
بيدك تولي
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل قل
والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا
إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وكفلها زكريا كلما دخل عليها قال يا
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو كلما دخل علينا زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا صدق الله العظيم. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدقت ربنا وبلغ رسولك الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الاذاعي عالم مصر والعالم الاسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروط قارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بطاروط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم على مكبرات الصوت إدارة مؤمن أنيس الفكهاني النخاس مركز الزقازيق، الهندسة الكهربائية الكبرى وأضخم محطات الديزل الكبرى، كبرى قصور الضيافة المتنقلة ومخازن الفراشة الذهبية الكبرى، الحج صلاح أبو حسين وأولاده بالطيبة، الخدمة الفندقية المتميزة إدارة المتر أحمد الجاري بالطيبة، الوحدة الفنية لتصوير كبرى الحفلات الدينية مهندس ناصر صلاح الزقازيق. نتقدم باسم أسرة الراحل الكريم جميعا جميع عائلات الطحان بخالص الشكر والتقدير لكل من خطى خطوة إلى هنا لأداء واجب العزاء، سائلين المولى عز وجل ألا يريكم مكروها أبدا. شكر الله سعيكم جميعا.